أودعوا أحباءكم فالنهاية باتت قريبة. توقعات ميشيل حايك للعام الجديد 2024. ودعوا أحباءكم وصلوا صلواتكم الأخيرة فالنهاية باتت قريبة. النهاية قادمة لا محالة. ميشيل حايك بينهار من الخوف بسبب توقعاته المميتة وبيفاجئ الجميع. اهلا وسهلا بيكم، بتمنى لو اول مره بتشوفوا قناتي ما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان نكون عيله واحده ويوصلكم كل جديد. لو عجبكم الفيديو رجاء الدعم باللايك. توقعات ميشيل حايك بقت هي دلوقتي الملايين المتابعين بيدوروا عليها زي كل سنه وكل راس سنه من كل عام، ودايما توقعات ميشيل حايك في ناس كتير بتدور عليها ان نسبة مصداقيتها في السنوات الاخيرة تعدت 95%. بيتوقع ميشيل حايك المزيد يعني وزلازل اكتر واكتر والمزيد من الزلازل، وبيقول ان في خارطة زلازل جديدة يعني فرضت نفسها في ارض الواقع وتغيرت خارطة الزلازل، وستحدث هزات أرضية قوية على خطوط جديدة جدا جدا منها الوطن العربي. زي ما توقع طبعا السنة اللي فاتت بزلزال تركيا، وقال قال عن زلزال تركيا انه هيكون يعني من اخطر الزلازل، وقال بنفس اللفظ كده تركيا مش ثابتة، تركيا عم تتهز. وقال ان صفائح الكرة الارضية اتغيرت وفيها كتير اتدمر واتكسر، فبقى في تغير كبير في الارض وهيبقى في زلازل في اماكن ما كانش معتاد عليها منها الوطن العربي والمنطقة العربية الشرق الاوسط. قال كمان عن الزلازل ان هي الارض خطيرت، الارض خطيرت يعني كبرت وعجزت وبدأت تخطرف. بيقول كمان ان سنشهد هزات في البر والبحر، يعني الهزات الارضية والزلازل المدمرة مش هتجيلنا من البر وبس، لا كمان للأسف هتكون من البحر في منطقتنا طبعا العربية وفي دول كمان كتير على مستوى العالم، وهتكون مفاعلها اكبر واكبر وستؤثر على اماكن بعيدة، وهتكون ارتدادات الهزات قوية وهزات صغيرة راح تعمل العمايل. يعني في هزات هتيجي مش بمقياس ريختر كبير، ممكن 4 أو 5 ريختر، لكن هتعمل العمايل وهتسوي الهوايل على حد تعبير ميشيل حايك. وبيحذر من سقوط أجسام من الفضاء الخارجي في ظواهر بيقول طبيعية غريبة زي الفضائيين وظهور نوع جديد من الشتاء. هو قال كمان يعني في لقاء له ان ممكن يطلع يتصور مع رجل فضائي ويطلعوا معاه في برنامج. بيقول من كتر ما هم هيبقوا موجودين وسطنا وهو عارف اماكنهم وعارف ناس منهم. وبيقول هينتشر قصة الفضائيين دي في الفترة القادمة او السنوات القادمة. بيحذر من سقوط اجسام هتكون من الفضاء الخارجي، يعني ظواهر مش طبيعية وغريبة كالفضائيات وظهور نوع جديد من الشتاء، شتاء جديد زي برضو ما ليلى عبد اللطيف قالت عن شتاء جديد في عام 2024 سيؤدي لموت كتير جدا من الدواجن والحيوانات والبشر، لان هيكون شتاء قارس وصعب الانسان يتحمله. بيقول لم نشهده هذا النوع من الشتاء يعني من قبل، يعني ساقط على شكل حبال وحجارة، هيتساقط التلج على شكل حبال وحجارة. بيتوقع حايك سقوط رؤوس كبيرة ورؤوس من الصف الأول، يعني سياسيا
ستتدحرج، بيقول، ورؤوس ليست معنية في ملف مرفأ بيروت، ما كانتش مكتوبة في ملف مرفأ بيروت. بيتوقع أيضا انهيار للاقتصاد زي ما توقع بأحداث غزة، وقال إن فيها يبقى قلق في حدود مصر وإسرائيل. وتوقع يعني التوقعات دي كمان كان متوقعها من العام الماضي، إن في مشاكل وحروب هتكون في الوطن العربي ومنها لبنان وإسرائيل. هو توقع بحدوث يعني المناوشات اللي دلوقتي بين لبنان وإسرائيل، أو أنا بقول هي عامة حرب، لأن طبعا الاتنين بيردوا على بعض والاتنين بيضربوا في بعض، فهي لبنان وإسرائيل حرب مش مناوشات. ربنا يعديها على خير. طبعا إسرائيل مشتبكة مع دلوقتي 4 دول عربية، فلسطين، سوريا، لبنان، وبدأت تدخل مع اليمن، ده غير المشاكل اللي بتعملها على الأراضي المصرية. فهو كان متوقع بأحداث غزة وبلبنان وبأحداث في المنطقة العربية هتعملها وتفتعلها إسرائيل. بنتمنى الخير لكل الدول العربية، بنتمنى عام سعيد. ميشيل حايك توقع حاجات كتير جدا وحصلت، وفي الأول والأخير بنؤمن أنه لا يعلم أبدا الغيب إلا الله وحده. حتى المتوقعين والمتنبئين لما بيتوقعوا شيء بيدعوا أنه ما يحصلش، وبنتمنى أن ربنا يعني يلطف بكل الكرة الأرضية، لأن كل الكرة الأرضية داخلة على طريق مجهول في هذا العام، بالرغم من أن في ناس كتير بتقول ان الحكاية هتعدي بدون اي مشاكل. بنتمنى طبعا ذلك، ولكن الوضع يعني مخيف شوية، زي ما كانت العرافة البلغارية بابا فانغا متوقعة من يعني من اعوام طويلة ان في العام 2024 او 25 هتقوم حرب فعلية ممكن عسكرية بين الصين وامريكا، وده فعلا برضو اللي بدأ يحصل. غير المنطقة العربية يعني كلها تعتبر فيها حروب، وكلها ليست أصبحت آمنة بالشكل الكافي. نتمنى يعني ربنا يجعلها أمنا وأمان، ويدوم السلام في الوطن العربي وجميع أرجاء العالم، والناس المختلة اللي بتقود البلاد للهوية علشان مصالح ما بينها وما بين دول أخرى، ولا عشان مصالح مالية ولا سياسات خاطئة، فبتحاول تعمل سياسة قتل للأبرياء والعرب. نتمنى أن ربنا ينتقم منهم ويبعدهم عن طريق كل العرب والمسلمين.